أيا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ضنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة. أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى، اتقوا الله الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون الشرك وأهله، وتوحدون الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، فهو الإله الواحد الواحد في ذاته، والذي لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه ولا في ألوهيته. واعلموا رحمكم الله أن أعظم ما يجب عليكم معرفته والعمل به هو الذي خلقكم الله تبارك وتعالى من أجله، بل خلق السماوات والأرض وما فيهما من البحار والقفار والأنهار وكل شيء لأجله، وهو أن يقام أن لا يعبد إلا الله عز وجل وحده لا شريك له، أن يقام توحيد الله تبارك وتعالى، وأن يفرد جل وعلا بالعبادة حتى يكون الله تبارك وتعالى هو المحبوب هو المعبود وحده لا شريك له، فهو الذي يدعى ويستغاث به وحده، ويذبح وينذر له، ويطاف ببيته، ويصلى له، ويسجد له، ويتوكل عليه، ويستعان به وحده دون غيره، ويلهج بذكره، ولا تطمئن القلوب وتسكن الأفئدة إلا بذكره تبارك وتعالى، ولا يلتفت القلب ويعتمد إلا عليه، ولا يخاف خوف السر الذي يصاحب العبد أينما كان إلا منه تبارك وتعالى، ولا يرجى ولا يتأمل الخير إلا منه. هذا هو معنى كلمة الإسلام، هو معنى لا إله إلا الله. فإن الإله هو المعبود، هو المعبود الذي تأله القلوب حبًا وخوفًا وطمعًا وتوكلًا وإنابةً وخشيةً واستعانةً واستغاثةً ولهجًا بذكره وفرحًا بقربه واشتغالًا بطاعته. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوني في العبادة. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تبارك وتعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وهذا الأمر العظيم، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة لا شريك له، هو أعظم ما يجب أن تقضى فيه الأعمار، وتنفق فيه الأموال، وتبذل فيه المهج والأنفس، ويفدى دونه كل شيء، وأن لا يكون شيء أحب إلى القلب منه ولا آنس له منه، فهو دين الله تبارك وتعالى الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه، وبسببه افترق الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. واعلموا رحمكم الله أنه لا نجاة من عذاب الله ومن الخلود في نار جهنم إلا بتوحيد الله جل وعلا، إلا بإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، إفراده بالعبادة القولية والفعلية الظاهرة والباطنة. فمن أشرك مع الله غيره بأن عبد غير الله، أو عبد الله وعبد غيره، فهو المشرك المخلد في نار جهنم، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً. فمن دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كالشفاء من الأمراض وسؤال الولد ونحو ذلك، أو دعا الأموات والغائبين،
أو استغاث بغير الله، أو ذبح لغير الله، أو نذر لغير الله، أو سجد لغير الله، سواء كان المدعو المستغاث والمعبود حجراً أو شجراً أو إنساً أو جناً أو ملكاً أو غير ذلك مما سوى الله، فمن فعل ذلك فهو مشرك بالله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالشرك بالله جل وعلا وإن قل يحبط جميع الأعمال ويفسدها، فإن مات عليه العبد كان في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. قال تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا يقبل الله جل وعلا من الدين والعبادة إلا ما كان خالصا له جل وعلا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال جل وعلا: قل إني أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. عباد الله، إذا عرفتم هذا الأمر وعملتم به، وهو توحيد الله وإفراده بالعبادة، ولا يعبد العبد شيئا سوى الله، إذا عرفتم ذلك وعملتم به فاحمدوا الله تبارك وتعالى، احمدوه على أعظم نعمة ينعم بها على عبد من عباده. ثم انظروا رحمكم الله حال من ينتسب إلى الإسلام في شتى بقاع الأرض، هل هم عاملون بالتوحيد أم أن كثيرا منهم لا يعرفونه، وإن عرفوه لم يعملوا به. كم من القبور ما يعبد من دون الله جل وعلا، وكم من الأضرحة والمشاهد والزوايا ما يستغاث بها ويستنجد بها ويطاف بها ويذبح لها ويتوكل عليها من دون الله تبارك وتعالى. كل هذا الشرك في بلاد الإسلام يفعل علانية جهارا، بل قد ينقل في وسائل الإعلام. أوليس قد اتخذ قبر الحسين ربا وإلها من دون الله، كما اتخذ غيره من القبور والمشاهد آلهة من دون الله جل وعلا، كالبدوي وزينب ونفيسة وقبر علي والمغيرة وخالد بن الوليد والعيدروس وأبي حديدة وغير ذلك كثير من القبور والأضرحة والمقامات المنسوبة إلى بعض الصالحين وغيرهم، تعبد من دون الله ويصرف لها محض حق الله جل وعلا، فيطاف بها ويستغاث بأصحابها ويهتف بهم وينادوا بعد موتهم ويذبح لهم وينذر لهم ويتقرب إليهم. كل هذا من قبور ومشاهد بنيت عليها المساجد محادة لله ولرسوله، محادة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام القائل أولئك، قال عن النصارى: أولئك إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. أي إسلام يزعمه هؤلاء المشركون وإن انتسبوا الإسلام وهم يعبدون مع الله عز وجل غيره؟ أي إسلام يزعمونه وهم يعبدون مع الله جل وعلا غيره، حتى صرفوا خالص حق الله جل وعلا من الدعاء والاستغاثة والتوكل والإنابة والتوبة والطواف وغير ذلك، فعلوا ذلك وجعلوا ذلك إلى غير الله تبارك وتعالى، وصرفوا ذلك إلى غير الله من الأموات والغائبين والأنبياء والأولياء والأشجار والأحجار. عباد الله، اعلموا أن أساس الدين وقاعدته أمران: نفي الألهية عما سوى الله، وإثباتها لله عز وجل وحده. وهذا معنى لا إله إلا الله، إذ لا إله الله شطران: شطر نفي وشطر إثبات. فلا إله نفي للألوهية عما سوى الله، نفي الألوهية عما سوى الله من الأنبياء والصالحين والأحجار وغير ذلك. وإلا الله، وهو الشطر الثاني، حصر الألوهية بالله تبارك وتعالى. واعلموا أن الإله ليس الإله هو الذي يخلق ويرزق فقط كما يدعيه الجهلة، بل الإله لغة وشرعا هو المعبود. فمن عبد غير الله جل وعلا، سواء كان المعبود حيا أو ميتا، ملكا أو صالحا أو حجرا، فمن عبد غير الله بأن دعاه أو استغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله
أو طاف بقبره ونحو ذلك، فقد اتخذه إلهاً مع الله جل وعلا. قال سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت كل ما عبد من دون الله عز وجل وهو راض، وكل حكم يخالف حكم الله عز وجل. فلا يتم الإيمان إلا بالكفر بالطاغوت والبراءة منه، وهذا أمر قل ما يتفطن له، ألا وهو البراءة من الشرك، والبراءة من الشرك وأهل الشرك، فإن التوحيد لا يتم إلا به. وذلك أن أناساً قد يعبدون الله عز وجل وحده ولا يشركون في العبادة، فلا يعبدون من دون الله عز وجل نبياً ولا صالحاً ولا ملكاً ولا جنياً، فدعاؤهم واستغاثتهم بالله عز وجل وحده، وتوكلهم عليه وحده، وخوفهم منه وحده، ونذرهم وذبحهم لله عز وجل وحده، إلا أنهم وإن لم يقعوا في الشرك في العبادة لكنهم لا يتبرؤون من الشرك ولا يكفرون أهله، لا يتبرؤون من الشرك ومن أهل الشرك، ولا يصرحون بعداوة أهل الشرك وبغضهم وما هم عليه، فلا يتبرؤون من عبادة القبور والأضرحة، ولا يعتقدون شرك هؤلاء، ولا يعادونهم في الله، بل قد يرون فعلهم جائزاً أو طريقاً إلى الله، أو لا يجدون بغضه في قلوبهم، وقد يجالسون أهله ويمدحونهم ولا يرونهم مشركين كفاراً، وقد يقولون: لا علينا بهم، نحن المهم أننا نعبد الله، وأما حكمهم فلا نعرفه ولا نعرج عليه. أقول هذا بحد ذاته كفر بالله عز وجل، كفر بالله وإن لم تعبد إلا الله. لماذا؟ لأنك لم تتبرأ من المشركين، ولم تكفر بالطاغوت، لم تحقق الكفر بالطاغوت، وهو اعتقاد كفر المشركين والتبرؤ منهم واعتقاد بطلان عبادة ما سوى الله. فمن لم يعتقد ذلك بقلبه ويعلنه ويصرح به مع قدرته على ذلك فإنه لم يكفر بالطاغوت، فإن من لم يتبرأ من الشرك ويعادي أهله ويبغضهم بسببه فهو كافر بالله جل وعلا. فإن الدين لا يتم إلا بالبراءة من الشرك وأهل الشرك وعداوتهم، وهو معنى لا إله إلا الله. فمن لم يعتقد أن عباد الحسين والعباس والبدوي ونحوه كفار مشركين بعبادتهم من أموات فهو مشرك مثلهم وإن لم يفعل فعلهم. قال سبحانه: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هذه السورة براءة من الشرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ سورة قل يا أيها الكافرون حتى تختمها فإنها براءة من الشرك. وتأملوا ما ذكره الله عز وجل عن إبراهيم والأنبياء، وقد أمر الله نبيه أن يتخذهم أسوة. قال جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. من الذين معه؟ الأنبياء والمرسلون. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا أي ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. صرحوا بتكفير أقوامهم والبراءة منهم وعداوتهم لأجل شركهم بالله عز وجل. وقال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وهو إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا باتباع ملته. فانظروا رحمكم الله كيف صاح إبراهيم عليه السلام والأنبياء، صاحوا في قومهم بالبراءة مما هم عليه من الشرك بالله عز وجل. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: أصل الدين الذي يقوم عليه أمران، أصل الإسلام وقاعدته أمران: الأمر بعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه. هذا الأمر الأول. والثاني قال: النهي عن الشرك بالله والتحذير من ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله. فمن لم يتبرأ من الشرك وأهله كالذي لا يتبرأ من عبادة القبور
والأضرحة والمقامات ويكفر أهلهم ويعاديهم فيه، فهو مشرك بالله عز وجل، كافر بالله، وإن لم يعبد إلا الله، وإن لم يشاركهم في فعلهم. لماذا؟ لأنه لم يتبرأ من الشرك، ولم يعتقد بطلان الشرك، ولم يكفر أهل الشرك. وإن هذه الأمة ابتليت بأئمة ضلال لم يميزوا بين التوحيد والشرك، يزينون للناس طريقة المشركين الطوافين بالقبور، المستغيثين بالأولياء، الداعين الناذرين لغير الله عز وجل، وقد يمدحونهم ويثنون عليه في الخطب وغيرها وفي الفضائيات، ويقولون لا فرق بين أهل التوحيد أهل السنة وبين أهل الشرك وأهل البدعة من الكفار، عابدي علي والحسين والبدوي وزينب وعابد القبور والأوثان. ومثلهم أيضا من لا يكفر اليهود والنصارى، وقد يرى أنهم ناجون يوم القيامة. أقول وكفر هذا، وكفر من لم يكفر المشركين والكفار ومن لم يكفر اليهود والنصارى أو شك في كفرهم شكا، فإن كفر هذا بين في كتاب الله عز وجل وفي إجماع الأمة، بين في الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ومثل هؤلاء من أعان المشركين على أهل التوحيد ووالاهم دون أهل التوحيد وناصرهم باليد والسيف واللسان فهو كافر مثلهم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم، أي من يناصرهم، فإنه منهم. فمن أحب ظهور الكفر كاليهودية والنصرانية أو أهل الشرك والكفر من عابد القبور والأوثان، من أحب ظهور هؤلاء على أهل التوحيد الخالص الداعين لعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له النابذين للشرك وأهله، أو زين طريقة الكفار والمشركين وإن انتسبوا إلى الإسلام، أو فرح بظهورهم وعزهم وذل أهل التوحيد، فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ليوم الدين، أما بعد، عباد الله، اعلموا أن الجهل بمثل هذه المسائل العظيمة كالجهل بحقيقة الكفر بالطاغوت، وأنه يعني اعتقاد بطلان الشرك واعتقاد بطلان عبادة غير الله عز وجل وتكفير أهله ومعاداتهم في الله تبارك وتعالى. الجهل بهذه المسائل العظيمة قد يوقع العبد في الكفر والشرك من حيث لا يشعر، وقد لا يعذر بذلك لتفريطه في تعلم دينه. كيف يعذر وقد بلغه القرآن فأعرض عنه، أعرض عن تعلمه وتفهمه مشتغلا بدنياه؟ فإن كل من بلغه القرآن وهو يفهم الخطاب فقد قامت عليه الحجة ولا عذر له عند الله تبارك وتعالى إذا وقع في الشرك أو أيد أهل الشرك أو لم يكفر أهل الشرك. قال جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي من بلغ القرآن فقد أنذر به وقامت عليه الحجة. وقال جل وعلا: هذا بلاغ للناس ولينذروا به، بلاغ لجميع الناس، هذا القرآن بلاغ ولينذروا به، فمن بلغ القرآن فقد قامت عليه الحجة. فالحذر الحذر 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 من ذلك ومن الوقوع في هذه المزالق، وعليكم بتعلم دينكم وأن يكون التوحيد في قلوبكم أجل شيء وأعظمه، واحذروا أن تخسروا آخرتكم بالاشتغال بدنياكم والانهماك فيها حتى تجهلوا هذه الحقائق الشرعية الدينية التي هي من صلب بالإسلام وأسه. واحذروا كذلك من الأئمة المضلين الذين قد كثر خروجهم وظهورهم في الفضائيات، وبعض من ينتسبون إلى فتية أو منصب الدين وهم ضلال منحرفون زائغون الحق يسايرون بعض الحكام الظلمة وغيرهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون. قال ابن عيينة رحمه الله وغيره: اتقوا فتنتين، فتنة العابد الجاهل والعالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. واعلموا أن العداوة التي نصبت للأنبياء لم تكن لأنهم عبدوا الله عز وجل وحده، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعبد الله عز وجل وحده ولم يشرك قبل الإسلام، قبل البعثة كان موحدا، ويعلم المشركون أن محمد بن عبد الله
لم يكن يشاركهم في شركهم ولا يعبدوا ما يعبدون من دون الله عز وجل، ومع ذلك لم يعادوه. لماذا عادوه إذن؟ عادوه لما تبرأ مما هم عليه. فالعداوة الأنبياء إنما وقعت لأنهم تبرأوا من الشرك وحكموا على أهله بالشرك. لما تبرأ الأنبياء مما عليه أقوامهم من الشرك بالله عز وجل وعابوا آلهتهم وصرحوا بطلان عبادتها وأظهر أنبياء للمشركين العداوة، بسبب ذلك قامت الحرب بينهم. هذا هو سبب الصراع بين الأنبياء والمشركين، ليس لأن الأنبياء عبدوا الله وحده ولم يعبدوا غير الله، لا، لأن الأنبياء كفروا المشركين وعادوهم في الله وصرحوا لهم بالعداوة. هذا هو سبب الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل. وإلا فإن الموحد إذا لم يتبرأ من الشرك وأهله ولم يكفرهم بل سالمهم ووادعهم ولم يتعرض لشركهم، حتى لو لم يفعل فعلهم، إذا لم يتعرض لشركهم فإنهم لا يعادونه وقد يسلم من أداهم. لكنه إن سلم من عدائهم وأداهم، لكنه إلا إنه وقع في عداوة الله عز وجل ووقع في مقت الله وغضبه، ولم يكن بذلك موحدا ناجيا حتى يتبرأ من الشرك وأهل الشرك ويعلن عداوتهم ما دام يقدر على ذلك وهو غير مكره، وأن يجاهدهم بيده ولسانه وقلبه ما استطاع. هذا هو دين الله تبارك وتعالى، هذا هو دين الإسلام، لا دين مشايخ الضلال والانحلال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب، ونسأل الله عز وجل أن يبصرنا في أمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم أحينا على التوحيد، وأمتنا على التوحيد، وتوفنا مسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصلح ولي أمرنا وسائر ولاة المسلمين، واجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك.